وبالأخبار نحكيه كورة. قائمة أجور المدربين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالتفاصيل. في العادة ما نحكيوش برشا فلوس، ما يخرجوش الكونتراتوات لا بتاع الجواريات لا بتاع المدربين، عادة يتسرب رقم اثنين ويبدأ في الدوت، معناها مالاش متأكدين المرة هذه. العهد على موزايك، أصدقائنا في موزايك هم ينشروا القائمة اللي باش نحكي عليها سندرا. هذا هو كيف ما قلت، العهد على موزايك فهم اللي نشروا قائمة فيها أجور المدربين، مدربين الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نبدأ بمدرب النادي الإفريقي واللي هو أكثر مدرب يخلص في تونس 40,000 يورو، يعني 136,000 دينار. مدرب الترجي الرياضي 35,000 أورو، أي 119,000 دينار. مدرب النادي الصفاقسي 20,000 أورو. نحكيه على مدرب النجم الساحلي 30,000 دينار. مدرب الملعب التونسي اتقال بين 21-23,000 دينار. مدرب مستقبل جيبس 8,000 دينار. مدرب قوافل قفصة 10,000 دينار. مدرب الترجي الجرجيسي 10,000 دينار. مدرب نجم المتلوي 12,000 دينار. مدرب نادي البنزرتي 15,000 دينار. مدرب الاتحاد المستيري 20,000 دينار. مدرب اتحاد بن قردين 7,000 دينار. مدرب اتحاد تطاوين 3,000 دينار. ومدرب مستقبل سليمان 4,000 دينار. وكما تشوفوا الأجور أو الرواتب الشهرية تختلف من مدرب لآخر حسب النادي اللي يشرف عليه، علما أنه الرواتب هذه تبقى غير مرتفعة مقارنة مع رواتب مدربي الأندية في بقية الدوريات العربية. منطقي ناس بالريزوني زيادة بشهرية التونسي وبشهرينا احنا وغيره كذا. المواطن 136,000 دينار لاش تكون صدمة بالنسبة للتونسي، ولكن هذيك هي الكورة اليوم. ويتسمى كما قال تماما شوية، كان يمشي راني في مصر، كان يمشي راني في البطولة العربية في السعودية في قطر في المغرب في غيره كذا. بالماضي كان ياخذ 250,000 أورو. جمال بالماضي 250,000 أورو وهو جزائري مش أجنبي يدرب المنتخب الجزائري. هو رفيق راهو نحكيو على الأرقام هذوما، فما أرقام أكثر من هكا على خاطر اليوم تحكي على ارقام ذوما نتاع المدربين برك، وبخلاف الستاف اللي موجود معاهم، معناتها راهو نحكيو على قيمات اخرين، فلوس اكثر من هكا برشا. معناتها كي نحكيو انا مثلا الانفلوب الستاف الكل قداش يتكلف ابري صحيح. معناتها بالنسبه لي انا هذاك هو وقت اللي تحكي على مدرب معناتها في مستوى معين، نحكي مستوى معين اللي نجم يتطابق مع البطوله التونسيه ومع امكانيات الجمعيات نتاعنا، ارقام نعتبرها عاديه على الاخر. معناتها تحكي على 40,000 أورو معناتها بالنسبه لنا احنا رقم كبير برشا، لكن بالنسبه للمدربين نعتبر حاجه عاديه على الاخر. عاديه وقت اللي تحكي على مدربين عندهم مستوى فني ممتاز انهم ينجموا يعملوا افاده للفرق نتاعهم الكل. هذاك علاش اليوم نحكيوا على ارقام ماديه، معناتها مش هكا مش حفا برشا، راهو خاطر احنا تظهر لنا مستنسين احنا هذاك عالم الكوره معناتها صحيت. اليوم فما 3,000 دينار وفما 40,000 أورو، معناتها فرق شاسع. لكن زاد كيف كيف برنس. لو جيت مسؤول في فريق من الفرق الكبرى تعطي فلوس المدربين هكا؟ لا لا مش معقول. شنو البطوله اللي عندنا يا رب باش تعطي انت؟ خليني ميسيرش هذوما ارقام قلناهم. انت تحكي هكا وبعد 30 مليون و 119 مليون. انت شادد في جمعيه كبيره الافريقي ترجي لتوال سي اس اس. لحظه تلعب على البطوله وتحب تلعب تشامبيونز ليغ وكذا واسمك تصرف، سينو غدا ما عندكش الحق باش تقول جمعيه ما مشاتش وجمعيه ما وصلتش وين انا نحب، ماك باش تهون على جوارات وعلى اتاكا وعلى مدافع وعلى مدرب اللي هو يقعد الحلقه المهمه جدا. اهم حلقه، اهم حلقه، الحلقه المهمه موافق على طول. ياخذ في 140 مليون في الشهر يندرها في المقابل. فما ملاعبية بس بال 140 مليون هذوكم يردهم لاعبية كبار وبش يترشحوا وبش يعملوا بش كذا. تعال نراو فيهم، تخل بجمعية ولا اثنين، قولوا خلينا نقولوا الحقيقة، خل بجمعية ولا اثنين تيشناو هاو الجمعة ذي عدالك ماتش خارق العادة وجمعة اللي بعدها برا فرق السيسون بش يعمل. أما لهنا هنظلمونا راو يا راو يسمي ما قالوش مدرب شبيب العمران عمران بالباوند 200 مليون 200 مليون بالباوند رسل للبارودي أبش جي للبارودي. أما حاجة جت في مخي هكي تو تصديقانا في موزايك هبطوا القائمة. ما تصور مدرب تونسي مش قايل شهريته لمرته مثلا قلنا بقينا ناخذ في 3 ملايين في الشهر مثلا. صديقنا ماهر الكنزاري ما قالش لزوجته وبعد تسمع فيه ياخذ في 23,000 دينار. لا وكيفاش باش يدخل دار نسابه؟ صحيح شغزرو له فريسه فريسه سلم عليهم من كل وعلى ماهر اغزر. كيفاش كان يختار مدرب رفيق عمر كرئيس؟ كرئيس كيفاش نختار اول مدرب اخترته؟ كيفاش اختار الكريتير؟ كيفاش خاطر كنت تخدم بامور علميه؟ لا ومنظم اول مطعم مشوى تقرر فيه والله هو قرر في بيسين شوفيه مع الناصر قالوا شدك راهم بادي اول ما وقت انا نائب رئيس وانا المسؤوليه بتاعي باش نجيب اونترونور. والله اول واحد كلمته سامي طرابلسي موجود في قطر
قلت له سامي رانا منحب على لحظه لا معناه هو يراني في قرون بالي كلم جيب سامي ترابلسي بالصندوق القطري يا ولدي الرجال يا ولدي ليه فتنا وصلنا للوقاح لحظه تعرف قداش شهريته سامي غادي معناه نحكي ولا 400 مليون بالشهر لا اغرب بعث ايميل ميسي قرون بالي سبور قال الميسي في الميل قرون بالي سبور جو بريزونت محمود بارودي لا هو راهو محمود في النيغوسياسيون يا ولادي كلمت سامي ترابلسي مشي هبته من قطر مشي لي قرون بالي محمود يضرب شي شجيرك تحت التونه هو يا بشويه كلمت سامي ترابلسي باش نساله باش ينصحني على مدرب باهي وكانت والله افضل نصيحه نصحها لي كان وقتها حسين الجيبسي مازال يراني في الصغار في الاسبيرونس قال لي محمود راهو حسين يخدم في خدمه باهي يجيبه ايبا جبنا حسين وطلعنا للناسيونال وكانت عندكم ايكيب معناها بريفيزيبل انها تطلع ولا لا؟ لا حطينا له هو جاء هو رباح حسين وعنده حاجات اخرى فما لي زاكوتي يا ولدي شنو هو لي مويان؟ يا ولدي شنو هو لي مويان؟ يا ولدي عنده حاجات حسين يعرفهم من ناصر فك علينا منهم حسين راهو ساعه الجرينت ابا والله عنده حاجات اخرين ما نجموش اكسترا ويت حسين وصلنا ساعات تبدا مقاينه والله بالحق الموت رجال وبحبوه حسين ساعة الجواريت يحبوه وعام جو محمد جديدي ونعيم بربط وجماعة الكل يحبوه حسين كي تقين اللي عنا زازار بتاع مرقيز به والله حسين تعدى هز المرقيز وهز البيع تو تخلت الشهرية بشوية هذا معناته مرقيز والله معناته حسين ومريق راهو منظم سامي ترابلسي هابط بشخص مرقيز ليه مهم وانا ورحت للتاريخ معناه جمعية في الناسيونال مدربة يخلص مرقيز بشوية حب ما خليكش نطلع هاي هاو كلك الشيء ما عاد تصور ممرن يربح يا با ما نعرفش يوسف يربح اسكالو اسكالو بارك هذا الجزاء سيدك من سيدك قداش رحت خلصت هاو شو كلك طلعنا ومن بعد جاء وقالوا با حسين وتعب وليل وضغط في الناسيونال كنا باش نبدلوا المدرب ناصر نسال في الناصر ونصيحه ودرا شنو اخي جاء في مخي ماهر كنزاري تبعني ماهر كنزاري مانيش انا باش ندفع جاء سي حمادي العتروس وقتها هو رئيس جمعيه قال لي محمود تفاوض مع ماهر كنزاري كلم ماهر انت وقتها شنو رئيس انا نائب رئيس نائب رئيس وقتها نائب رئيس بشويه 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 نائب وبعد طلع هلكها انا تفاوض مع مير كنزاري كان في مير كنزاري مير كنزاري يظهر لي ياخذ معند مهدي بن غربيه وقتها في السيابي ربي يفرج عليه ياخذ معنده في 16 مليون في السيابي في السيابي كلمت ماهر قلت له ماهر برجوليه قال لي محمود قداش وصلت 17 18 انا وصلت 19 وفوق 30 تجيب 5000 يفك التليفون مهدي من غربيه ظهر بجنبه هو ويحصل قال له ريت قداش يعطيو فيا كرومبيليا تزيدني في الشهريه عامل بيك شوكار عامل بيك جهبذ نتاع يوم مفاوضات جهبذ ما يحصلش والشركات اللي خذاها الكل خدم في شركات كل طلع لا اسمع خسرتك المخابرات ما عليك ماهر حطوا برلور مع رئيس سي بي مهدي من غربيه ربي يفرج عليه وقاعد ينيغوسي محمود الحاجه اللي باهيه في محمود يوزدو والله راه مره قاعد مع عباد لاباس عليها يحكيو على ميكونوس وما محمود يحكي وقتش نعمل ريزرفاسيون معناتها ديما الفوق نزيدك حاجه اخرى والله طيار على الاخر هو في لي زونترينور قعد حسين حسين قعد حسين ليه مشينا جبنا شو اسمه هذاك باتريك لوفي شوف حاجه باش خليك تكمل تو تعرفوا علاش انا متساهل مع محمود وعطيه برشا وقت انا لازمني نعرف على الحكايه هذا مش معقول تعرفوا عليه شد في سيمينار تعرفوا عليه لا لا والله يا محمود طلبته الكل مجاب حسيته بشي تعين فما جانجمون اليوم فما لا ورد بالك معناها نقول انا طلبته مجابه ونهدوا معناها مش هو شد عليه حاجه بيسير بيسير اما دوخوا صلاح صلاح ينشط محمد صلاح بالاخلاق محمود طلبته مجابه حتى المخرجه تقول لي عندي بيب لا تعنيني البيب قدام محمود محمود اسمه يتكلم اسمع فايق كمل لك عاد قعد مشينا جبنا باتريك لوفيك واحد ورجعنا حسين في حسين نلعبوا على تيوح مع الستاتيونيزيان والله كلمني واحد صاحبي قال لي محمود الحكومه الكل توا ملمومه 2016 بالزهر نتاعنا الحكومه كلها يحبوا سي اس اس يحبوا الستاد وزير الدفاع وزير دفاع وزير شؤون الاجتماعيه وزير شؤون الدينيه يسمعني عملوا اجتماع العمله اللي عملوها لي باش ديكونسونتري وحسين وزير شؤون الدينيه على ليبوك كاري القهوه اسمع اسمع كاري القهوه كاري القهوه لم حسين مش مخلص الكريم نعم نعم
بعثونا عاد المنافس بعثونا عاد المنافس ثلاثة مرات والله يحرم عليك المستمعين احنا نجم نتحمل المستمعين بربي اللي يسمعوا فيا تو اكتبوا اكتبوا على شين يوتيوب كان بالحق مازلتوا تسمعوا فينا ولا ليه يعني حتى الان مازالوا ثلاثة سلوى ابو بكر وحسام نسلم عليهم بقية غابوا زيد خرجوا ومازالوا باش يغيبوا خرجوا تعذرني يا حاتم انت تنجم تكون تو تقول لي سي با نورمال 10 دقائق يحكي على اليوم بالي اما كي نعرف اما كي تعرف باش تعذرني يعني بكل شوق كل شوق نحكيو في التفاصيل بعد شويه والاخبار باش يتم الاعلان عليها في وسائل الاعلام العربيه العالميه العالميه والعربيه تفاصيل نعرفوها في قادم الايام نعود بعد الاخبار. Les années bonheur.